نحن فلينا من الغوطة من الحصار، هيك كنا متحاصرين، يعني ما بنحسن لا نفوت ولا نطلع، يعني تحاصرنا من جميع الاتجاهات. وأنا هلا عندي أخ متوفي الكبير، أخي توفى، إنه أنا وياه طلعنا نجيب الأغراض على الطريق، قام قناص قنصه. هو كان متجوز، يعني حبلت مرته كانت حامل بثالث شهر، يعني حتى ابنه ما شافه.